السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الميزان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ونشوف الصورة اللي هتطلع لمواليد برج الميزان. صلي على الحبيب المصطفى، صورة إبراهيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، فضلا وليس أمرا أحبابنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. هذا استخارة جديدة لأخواتنا في الله مواليد برج الميزان. يلا يا أحبابنا نزلوا في التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. برج الميزان، صلي على الحبيب. أنا شايف إن أنتم داخلين على مشروع، مشروع او شراء بيت جديد ان شاء الله. لما داخلين على مشروع او شراء بيت جديد، سواء مسكن او منزل جديد باذن الله تعالى. عندك كمان في حل مشكله كبيره، عندك حل مشكله كبيره. المشكله دي يعني كانت مدمره حياتك، وعندك سداد دين بفضل الله تعالى. عندك حل مشكله كبيره، وشايف برضه في سداد دين بفضل الله تعالى قريبا. وارى عندكم هنا يعني في ارى في مريض، في مريض عندكم، ارى عندكم مريض راح يشفى، راح يشفى باذن الله. ارى عندكم حلم، هو صحيح تاخر، هذا الحلم صحيح تاخر بس على وشك التحقق، ارى انه على وشك التحقق. وهنا رؤيتك للامور اللي حواليك صح، رؤيتك للامور اللي حواليك صح، وتوقعاتك فعلا في محلها. وإن شاء الله في تغير كل شيء لصالحك، في تغير كل شيء لصالحك أنت. عندك هنا خبرين حلوين، في عندك خبرين حلوين. أرى في طاقة إيجابية بإذن الله تعالى، في طاقة إيجابية قادمة ليك، وفي إحساس بالقوة طاغي عليكم لفترة. وعندكم برضو هنا أرى في اختبار من ربنا أنت بتمر بيه، أراك أنت بتمر به، ومحتاج تحكم عقلك وتلغي عاطفتك علشان تمر بسلام من هذا الاختبار بإذن الله تعالى. وفي عندك مفاجأة حلوة، في مفاجأة حلوة. المفاجأة دي يعني من شخص غالي عليك، المفاجأة من شخص غالي عليك، وأرى اعتراف بالحب ليك. يعني في مفاجأة والشخص ده هيعترف لك بالحب، هيعترف لك بالحب. أو هنا أرى برضو في ربما ممكن تكون في صداقة، أرى صداقة أو علاقة ممكن تكون عابرة هتتحول إلى موضوع جدي يعيد إلى حياتك بإذن الله. عندك زعل، أرى في زعل جواك، وأراك برضو هنا بتحاول يعني تضحك ومش ظاهر ضيقتك. صدقني ربنا هيهونها عليك وهتعدي على خير وعوض ورزق كبير من ربنا ليك قريبا بإذن الله تعالى. بعد التعب والعذاب اللي شفته هانت خلاص، جيالك النصرة ومعاها الفرحة كبيرة ليك بإذن الله تعالى. أرى عندك بشرة خير، بشرة خير بعد أيام. في عندك سفر غير متوقع، أرى في سفر غير متوقع قدامك، طريق سفر. وعندك صلح مع غائب، يعني في حد عندك أنا شافه إنك هتصلح معاه، في صلح مع غائب. وفي رد حق، عندك رد حق، في حد ظلمك، كسر قلبك، جرحك، أخذ مالك، عندك رد حق بإذن الله تعالى. أرى في امرأة تكرهك، امرأة تكرهك وأنت مخدوع، يعني أراك وأنت مخدوع فيه، بس هتنصدم لما تعرفها. واحذر مكيدة، احذر مكيدة أو احذر حفرة أمامك قبل ما تقع فيها، ولكن ربنا هينديك منها، ربنا هينديك منها. في هنا شيء يعني أرى في شيء هيحصل لك، هيغير مدر حياتك بالكامل. استعد لي لأن الفرحة والطريق قدامك بإذن الله تعالى. بس أنت هنا مضغوط عاطفي، أراك ما بيضغوط يعني ما بين شخصين، في شخصين قدامك، أنا شايف في شخصين، خلي بالك واختار كويس او اختار صح، وبلاش توقع نفسك. ارى هنا للمنفصلين، ارى يعني انفصلت عن شريك عمرك او حبيبك بسبب سحر، حصل في سحر، سحر بالوقف والتعطيل والخلافات. في منكم من حصل انفصال في الشريك، بس الشريك يقصى يعيش اقصى حالات الندم، ندمان، اراه ندمان ويعيش اقصى حالات الندم على فراقك.
هو حصل السحر ما بينكم، منكم الآن من يعاني من السحر بالتعطيل وبالخنقة وبالضيق وبالمشاكل وبالنفور وبالتعب، وتعب في العمود الفقري وفي الرجلين ودوخة، هاي من السحر. أرى هنا للبعض منكم برضو عنده مبلغ مالي، يعني ممكن المبلغ المالي دي بعد أيام، بعد أيام، وشخص أسمر واقف في طريقك. أرى في شخص هنا أسمر واقف في طريقك، الشخص ده عايز منك حاجة، خلي بالك منه. للبعض هنا أراك يعني تريد الارتباط، في منكم من يريد الارتباط، ولكن عندك عشوة عراقيل من أهل الذي تريده، مش من أهلك أنت، من أهل الذي تريده، هم اللي موقفين الارتباط. بس هنا شايف في شخص بيفكر فيك، شخص يفكر فيك طويلا ويتأمل صورتك كمان، وانت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا. صدق هذا الشعور، صدق هذا الشعور لهذا الشخص. أرى في تفكير هنا، أنت يعني أنت هنا بتفكر في شراء شيء جديد، سيارة، فيلا، منزل، بشراء شيء جديد، وإن شاء الله راح يكتمل. بس أنت بتكمل مبلغ مالي، أراك بتكمل مبلغ مالي لتشتريه. وأرى هنا كسرة تفكيرك، يعني بلاش كسرة التفكير والقلق اللي أنت فيه، تفكير 24 ساعة، كسرة تفكيرك لا تدعك تنام بسلام. اترك الأمور بيد الله وراح تنحل أمورك بإذن الله تعالى. وراك انت ماشي خرجت يعني او خارج من فترة صعبة طويلة، خارج من فترة يعني صعبة طويلة، الفترة دي صعبة وطويلة معاك، بس في حب جديد، ارى في حب جديد يطرق قلبك، في حب جديد يطرق قلبك. وللبعض هنا في كلام يعني كتير بيتقال عليك، وانت عارف الشخص ده، انت عارف الشخص ده يعني، بس انت يعني مش في دماغك، مخطوش في دماغك، تارك الامور كما هي. بس في صلح، أرى في صلح وعتاب ما بين زوجين أو حبيبين، في صلح وعتاب ما بين زوجين أو حبيبين بإذن الله تعالى. فضل وليس أمر، ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. أنا شايفك أنت هنا بس سايب كل حاجة، يعني وراك بتحاول تاخذ القرار اللي يناسبك، بس أنت في حاجة منتظرها، في حاجة أنت منتظرها. إيه هي الحاجة اللي منتظرها دي؟ يعني شافك منتظر ورقة، منتظر حاجة معينة تحصل معاك، في حاجة منتظرها تحصل معاك عشان تغير يعني من حياتك. الحاجة دي انت منتظرها عشان تغير من حياتك او يعني الموقف اللي انت فيه. بس خلي بالك، خلي بالك من الست دي، واحدة ست مش كويسة قوي، خلي بالك منها وكون حذر منها. الست دي عايزة تاخد كل حاجة من عندك، بتاخذ كلامك وتركب عليه كلام، او بتسحب كلامك وبتزود عليه كلام وبترمي عليه كلام تاني، هي سبب السحر. الست دي زي الافعى، خلي بالك منها وكون حريص، لان في حاجات كتيرة بتحصل وانت مش متوقعها، او هتدرى قدامك او هتحصل قدامك وهتشوفها بعينيك، لان حصل شايف مشاكل ما بينك وما بين الشريك او حصل. بس خلي بالك انت عندك صدمة، في صدمة خدتها، صدمة خدتها، ومش قادر كمان يعني ترفع وشك لفوق، وبتدعي ربنا يا رب فرح قلبي، يا رب شيل القهر اللي في قلبي، شيل الكسر يا رب اللي في قلبي، لان شافك مكسور وحزين ومحتار. بس الايام اللي دي عندك خير وراحة بإذن الله تعالى، عندك خير وراحة. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. هو في شويه بيبان اتقفلت في وشك، كل البيبان اللي اتقفلت في وشك راح تفتح ليك مره ثانيه باذن الله تعالى، وعندك حياه جميله وعندك حداد جميله باذن الله. وربنا يكتب لك الحاده اللي هتكون من نصيبك، يعني الحاده دي هتكون ليك انت بالفرحه، بالسعاده، بالسعاده ليك. انا شايفك ان انت ماشي مش عارف تعيش حياتك، محتار، مش عارف تعيش، مش عارف تاخذ القرار الصح اللي ليك، مش ما فيش حدا بتكمل معاك، في تعطيل عندك، في وقف، لكن بفضل ربنا كل حاجة راح تمشي في الوقت المناسب لي. عندك انطلاقة حلوة وعندك فرحة حلوة، وفي أرض، في أرض بيتك، أرض في أرض بيتك في فرحة، ممكن تكون ارتباط أو زواج أو رجوع أو فرحة بمولود بإذن الله تعالى. في فرحة في أرض بيتك، أرض بيتك أراك فرحان مبسوط سعيد. أنت هنا سمعت كلام كسر نفسك، بس كسر نفسك، انا اعرف ان انت سمعت كلام كسر نفسك، الكلام دي درحك، كسر قلبك، زعلك، خنقك، يعني متضايق، مش حابب تتكلم مع حد، قافل على روحك البيبان، قاعد مع نفسك بتفكر 24 ساعة. بس الايام اللي داية في حاجات حلوة عندك، عندك امنية هتتحقق وانت مستنيها الامنية دي.
في عندك قضية في المحكمة، عندك قضية في المحكمة راح تأخذ فيها حكم لصالحك، وعندك سرد حق، في عندك حق يعني ميراث أو حد أخذ حقك أو ليك عند حد فلوس، لأن في سرد حق ليك. في انطلاقة داية قدامك أرى فيها تغيير، فيها طاقة فرد، طاقة حظ، طاقة سعادة، عندك أكتر حد طاقة الفرد، لأن أنت محتاج مبلغ مالي، لأن الطريق كثيرا تقفلت أمامك والبيبان كلها كانت متقفلة أمامك، هتبدأ تفتح معاك البيبان. المشاكل اللي حصلت ما بينك وما بين الشريك، يعني شاف المشاكل دي حصلها يعني سببها غيرة، سببها عدم التوفير ما بينكم او التوفق ما بينكم بسبب السحر، بسبب الست دي قلت لك خلي بالك منها، لان هي مسويه لكم هي السحر، هي اللي مسويه لكم هي السحر. بس خلي بالك هنا، يعني الايام اللي داية ارى عندك تغير، عندك تغير، يعني انا في تغيير حال يعني باذن الله تعالى، وارى برضو يعني عندك هتتغير من حال الحال، واكتر حاله عندك فيها انت خاطط دماغك انك تنتقل من المسكن اللي انت فيه او المنزل اللي انت فيه، حابب تنقل لمكان اخر، هتحس بالراحه، هتحس بالسعاده باذن الله تعالى. شايفك بس واقف محتار، محتار مش عارف تاخذ القرار، لان رقم محتار في قرار قدامك بس مش عارف تاخده، او خايف تاخده تندم، ترجع تندم تاني، محتار، عندك تفكير كتير، عندك في تغير، في تغير مسكن او حابب تغير سكن، عندك تغير من مكان لمكان، راح تغير المسكن اللي انت فيه، راح تغير المسكن اللي انت فيه. في ثلاث مكالمات، ثلاث مكالمات مهمين الفترة دي، ثلاث مكالمات يعني مهمين، المكالمات دي داين لك الفترة دي، فيهم يعني اخبار، ارى فيهم اخبار تخص مال وسفر وحل مشكلة كمان تخص العمل او علاقة بالحب. الثلاث مكالمات هما داين لك مكالمة تخص المال، ومكالمة تخص السفر، ومكالمة حل مشكلة معاك، المشكلة دي ممكن نقول تخص العمل أو علاقة الحب. في مقابلة هنا، مقابلة مع الأسرة أو اجتماع يعني، أو اجتماعات اجتمعوا مع بعضيكم واجتماع مع بعضيكم، يعني أفضل ما تقولش الحد أو تعزم حد، خليها ما بينكم أو ما بين بعضيكم الأسرة هكذا، لأن العيان يعني كثيرة، الناس الحسودة أكثر من الناس الحبيبة. ستفادى لأنك يعني ستفادى بفرحة قدامك، لأنك صبرت كثير، تعبت كثير، استحملت ما لا يستحمله أحد، استحملت كثير التعب اللي هكذا، المشاكل، حمل على أكتافك، كنت حامل أو شايل المسؤولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها بالأفضل. هذا الأسبوع ده هتتغير كل حدا معاك بإذن الله تعالى، الفرحة تدخل بيتك وهتردع الأمان والفرحة راح تردع لبيتك، يعني من الصعب إن حقك يروح، من الصعب إن حقك يروح، حقك رادع، حقك ديلك، حقك ديلك ورادع لك كل حاجة، يعني أنت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك. هناك يعني شخصنا أراه يحبك، والشخص ده عايز يوصل لك وبيحبك قوي، يعني حصل ما بينكم كلام أو مشاكل أو هكذا، وهو بعيد الوقت حاليا بس عايز يوصل لك بأي طريقة، احذر يعني ما تخسروش، راح تكتشف كل حاجة، انكشاف، عندك أسرار، أرى في ظهور أشخاص على حقيقتهم راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم، وهم دول هم بعض المقربين، راح تعرفهم من الناس اللي أذتك، من الناس اللي بتحاول تأذيك، هتعرفهم، هيكتشفوا قدامك كل حاجة، راح تكتشف قدامك وهتعرف وهتظهر الناس على حقيقتها قدامك. عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك، عندك نجاح كويس، عندك نجاح في العمل أو في الدراسة، في نجاح، عندك طاقة نجاح بإذن الله تعالى. في رسالة حلوة، رسالة حلوة قوي هتذيلك، هتفرح قلبك، رغم ان دواك كل الزعل، رغم ان دواك حزن كبير وهموم كثيرة شايلها بقلبك، ربك هو وحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بإذن الله تعالى، عن قريب راح تفرح. على الصعيد العاطفي هنا الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب، لانك كثير الليونه في تعامله معه. في فلوس ديالك، فلوس ديالك يعني هتديلك خلاص، هتكون مكافاه
او ربح او حاجه زي كده. عندكم هنا يعني في خيار كتير دايلك هيغير حياتك فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقع. الايام المقبله ستكون عباره عن يعني فتح الابواب اللي كنت بتحاول تفتحها، فتح الابواب المغلقه اللي انت دي بكون بتحاول تفتحها باي طرق راح تنفتح قدامك. فاستغل كل الفرص اللي تقع امامك، استغل كل الفرص صح اللي تقع امامك حتى توصل لهدفك او توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. في علاقه جديده كمان، في علاقه يعني جديده دي حلوه مع شخص بتشعر معاه بالسعادة وبالراحة وبالاطمئنان. في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بإذن الله تعالى. في شخص هنا عاوز يستغلك، خلي بالك منه. في شخص هنا عايز يستغلك في عملك أو عايز يستغلك في حاجة كثيرة أو يسحب منك مال أو يستغلك، خلي بالك منه. حقك ردع لك، حقك ردع لك. عندك طريق سفر، عندك طريق سفر قدامك حلو. السفر ده كويس يعني هيكون في اصدقاء او سفر لشغل. في عندك السفر، عندك هنا اللي انت زعلان عليه، انت زعلان على حد يعني، حد زعلان عليه او حد مسدون، حد يعني عنده سدن او مسدون او مريض او تعبان. انت زعلان، عندك طاقة زعل كبيرة، عندك طاقة زعل كبيرة. ربنا يشفيه وهيخرجه من المحنة اللي هو فيها بإذن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجمل مع بعض، هيفرحوا قلبك وهيرد روحك تاني من اول وجديد. الاولى يعني بعد 7 ايام، بعد 7 ايام بإذن الله تعالى، والتاني بعد 9 ايام، ممكن 7 ساعات او 7 ايام هكذا، لان قدامك 7 خطوات و9 خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة وتعويضات، لديك في رفعة لمكانة عالية، المكانة دي عالية يعني في عملك ورجوع الثقة بنفسك في ترقية او عمل انت مقدمه على وظيفة او في زيادة ربح من العمل. في حاجة دي تخص العمل ديالة يعني أراكم هنا. بس انتوا هنا يعني غير مهتمين، ما مهتمينش بصحتكم الفترة دي، يعني الفترة دي ما مهتمينش بصحتكم. حاول تستهم بصحتك هكذا. عندك هنا برضو انت تسمح ناس، تسمح الناس دي، الناس دي مع انها ظلمتك بس حقك هيكون ردع لك، فانت يعني راك انها تسمحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتاجهم ولا بقتش شيء، لانك يعني مشيت في طريقك وما بقتش تبص لوراك، خلاص تركته. عندك هنا برضه يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحقد عليك، بتحقد عليك وتتمنى ليكم الضرر والاذى، تتمنى ليكم الضرر والاذى. الناس دي ارجوكم يعني لا تثقوا ولا تخلوا دائره معرفتكم تتسع، كما كنا بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. هناك من يضحك في وجهك، يضحك في وجهك، ولكن هو يتمنى ليك الخراب، يتمنى ليك الحزن، يتمنى ياخذ النعمه اللي معاك، يتمنى ياخذ كل حاجه منك، هو اللي يكون احسن منك. وراك برضه ماشي في طريق، انت الطريق او انت الطريق دي صحيح، الطريق دي ماشي فيه، طب ماشي في طريق صحيح. ربنا هيسخر لك ناس هتسبب لك الفرحة ليك، وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح، وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوي ونفسي جديد. عندك هنا اللهم صل على سيدنا محمد، في اختلافات ما بينكم، في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب، او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق، حاول يعني تحلوها الاختلافات دي، حاول تحلوها. عندكم هنا رجوع من شخص، رجوع شخص دي نادم على فراق، ندمان بعد فترة طويلة من الانقطاع، وحابب يعني أراه يبدأ معكم علاقة جديدة، أو حابب يبدأ معكم قصة جديدة أو حياة جديدة. هذا القراءة أحبابي في الله عامة، خذ اللي طابق عليك واللي طابق، اللي مش طابق عليك سيبه للآخرين، بس فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. بسم الله. الكش عندك هنا اكتشاف يعني اسرار،
وفاتح كلام قديم، ويعني ورا ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك انت على فكرة، يعني هي في مصلحتك، وهذه الامور الفترة دي هتحصل، هتظهر قدامك، هتكتشف اسرار، والكلام هيتفتح قدامك، والكلام دي كان قديم يعني، وهيتفتح الايام دي. في عندك هنا فترة انتقالية، يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني، ومحتاجك يعني ومحتاج منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس، يعني الهدوء وحكم عقلك وهكذا، وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا في تساقط، او عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر وتعب وخنقة وضيق وصداع، وعندكم برضو احلام بالحيوانات او احلام بيسعبين او افاعي. عندك في المنام برضو انت شفت اللي سحرك او شفتي اللي سحرك، شفت اللي اذاك، رأيتيه في المنام. منكم برضو من رأى اللي سحره او اذاه او اللي بيسجيه السحر، في سحر عندك، سحر ده هو اللي يعمل هكذا. بس هتنتصر، عندك انتصار على الظالم، هتنتصر عليه، ربنا هيبليه باللي يخليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضه هنا انفصال من علاقة مؤذية، علاقة مؤذية هتنفصل منها، وربنا هيعوضك خير، صدقني هتلاقي الخير دي دايلك، الخير دايلك بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة، المشكلة دي عائلية، وتردع عن تفكيرك الزائد وتركها لله، هتنحل، هتنحل بإذن الله تعالى. عندك هنا المشكلة دي يعني ما بين الأهل أو ما بين القرائب، يعني هتنحل الأمور دي، هتنحل بإذن الله تعالى. بس حكم يعني عقلك، قلني أنت عارف إيه مشكلتك، يعني أنت عارف إيه مشكلتك، أنت يعني محتاج حد يراه برضو، يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك، وبرضو يعني كسرت قلبك دي، يعني لو عندك برضو انت محتاج حد يهتم بيك او بأدق تفاصيلك ويرعاك، يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة، او ممكن يعني كلمة تخليك في سبع سبع، وكلمة تخليك في سبع ارض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق، شخص يعرف نقطة ضعفك ويقويك مش يستغلك، يعني محتاج حد يكمل معاك، مش يعني ايد عليك، يرعى معاك كلامك، يكون معاك ويد معاك، يحل معاك العصبية او الضيقة، ويفهم، ايه خايف من ايه، او وجعك ايه، او حزنك ايه، شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكذا، او في حضورك، يعني محتاج حد يفهمك، يفهم ضحكتك، يفهم كل حاجة عندك. يعني راك برضو انت مش محتاج الكلام يعني، بس محتاج حد يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة، برضو عندك بشرة وقضاء حادث وخبر حلو، الخبر انت مستنيه، انت منتظره، الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة بإذن الله تعالى، قادمة قدامك خلاص. يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، يعني هتحصد الثمار عمل السابق، هتحصد العقل الثمار، هتحصد كله بإذن الله تعالى، وهتفرح وتكتب بداية جديدة فيها الفرحة، فيها السعادة، تفتح قدامك الأبواب في انفراجات رائعة، وعندك تغيرات كثيرة في حياتك، يعني عندك طريق سفر، طريق سفر غير متوقع وقادم ليك، عندك طريق سفر غير متوقع يعني وقادم ليك بإذن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ، يعني في أرض عندكم، في أرض بيتكم فيها الفرحة، في عندكم يعني خطوبة أو بشرة فرحة بمولود أو زواج أو ارتباط ليك أو ليك أو لابنك أو لأختك، في ارتباط وفرحة في أرض بيتكم. عندك قلق واضح في ملامحك ووشك، بس يعني أنا سايبك هنا يعني بكثرة التغيرات اللي حصلت حواليك أو المشاكل أو الكلام اللي سمعته، اترك الأمور وبلاش التفكير الكثير، بلاش التفكير الكثير، وسيب الناس في حال. عندك هنا بتتفاجأ بريسك دايلك،
يعني مشروع دخلت فيه او في رزق دالك غير متوقع ومال، يعني عندك مشروع انت داخل فيه او مقدم على وظيفة او مقدم على مال، لان في مال دالك. عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب، يعني ارى في توضيح ما بينكم، امور عتاب ما بينكم، في امور عتاب او توضيح كلام او تفسير كلام، يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور وصلح، في صلح ما بينكم، في فعل خير انت عملته، يعني عملته رد فعل الخير دي كبير ليك انت، ما كنتش متوقعه خلال يعني ايام، خلال ايام. الغيرة والحسد يعني دول، يعني الغيرة والحسد من حد قريب، الغيرة والحسد والساحر دي اللي سحركم من حد قريب منكم، يعني تجنب يعني الحديث او المكالمات مع الناس دي، في حاجة مفقودة منكم، رايحة منكم، لأن أراك يعني هتحصل عليها. الحاجة دي مهمة، كنت فقدتها من فترة، كنت فقدتها الحاجة دي، راح تحصل عليها وراح تلاقيها. عندك حد برضه هنا المسدون ده أو المريض، عليه المريض يعني قريب ليك أو مسدون، راح يشفى بإذن الله تعالى. عندك يعني أو إن كان مسدون راح يخرج من السجن اللي هو فيه، لأن أراك يعني بتدعي له، زعلان عليه، عايز تساعده بأي طريقة، عايز تطلعه من المحنة اللي هو فيه، إن شاء الله راح يشفى وراح يخرج من إن كان مسدون أو هكذا بإذن الله تعالى. أكمل في طريقك زي ما أنت، ديالك الفرحة، ديالك الوظيفة أو ديالك الربح أو ديالك السعادة. أنت ماشي في الطريق، الوظيفة دي أو المشروع اللي أنت داخل فيه راح ينجح بإذن الله تعالى. عندك هنا برضه انت انتقال لأرض، ممكن نقول انتقال لشراء البيت الجديد او انتقال لزوجك او انتقال لبيت زوجك او انتقال لبيت جديد، لان ارى في طاقة انتقالية، شراء مسكن او شراء منزل او شراء محل، ان شاء الله فيه الشراء، طاقة الشراء قريبة بإذن الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وتنزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرج، وإن كنت بتعاني من